حاليا مع التحديات الجديدة، مع الترندز، مع السوشيال ميديا، في فقرة انستا ستار اللي كل أسبوع في هالفقرة حنشوفوا فيها شن صاير على الانستغرام، شن الترند الجديد اللي كل يوم قعدنا نشوفه ونسمعه بشيء جديد وتحدي جديد أو فيديو فجأة بقدرة قادر ينتشر ويقعد الترند على السوشيال ميديا ويوصل حتى للكبار في السن، حتى من أمي وبابا يكونوا يتكلموا على مواضيع مرات أنا كون ما نعرفهاش أساساً توصلهم من خلال السوشيال ميديا. خلينا نمشي ونشوفوا شن صاير هالأسبوع في هالفقرة مع انستا ستار، ومن بعدها نرجعوا لفلاش باك في آخر لحظاتنا لهالحلقة. دار الفنان المصري حكيم هاشتاج عمل ضجة على السوشيال ميديا وخاصة على الانستغرام، وكان اسمه أصحاب أونطة، وبعد مدة عرفنا أن الهاشتاج عبارة على تسويق لأغنيته الجديدة ويلي تحمل نفس الاسم. صار اسم محمد رمضان ترند في العالم العربي وحتى في العالم الغربي بعد نجاح أغنيته يا حبيبي مع الفنان متر جيمس. ولكن كان انشر الفنان محمد رمضان صورة في حفل ليه برفقة المنتج المصري نجيب ساوريس يلي حياه في تدوين على تويتر واعتبره مايكل جاكسون مصر، الشيء يلي خلى رمضان ينشر التدوين على الانستغرام ويعبر فيها على امتنانه للمنتج المصري نجيب ساوريس. أعلن الفنان الليبي العايش في ألمانيا زيكو شوشان عن خروج فيلم كسرت ظهر للجمهور قريباً جداً، وكان شارك في الفيلم الممثل واليوتيوبر أحمد الترهوني. فيلم قصير يحكي على معاناة وظلم المجتمع ويجمع بين الدراما والكوميديا. الفيلم تم تصويره في ألمانيا ويعتبر من الأفلام القصيرة الهادفة.